حارة صغيرة في باب الخل. نقلنا لكم نبأ الانفجار الذي أثار عاصفة من التساؤلات، خاصة مع حالة الاستنفار الأمني المريبة التي لا تتناسب مع حجم الانفجار. كانت معكم ولاء الشريف، الساعة اليوم القاهرة. تمام؟ لا يا راجل، لحد ما تحصل لي حاجة من ابنك. بس كده شوية. ايه في استنى إيه؟ عندك رايح فين؟ رايح فين ايه؟ رايح بيتنا. بتاعتك. حاضر. هو في ايه يا دفا؟ اه حاضر بالظبط. وبتشتغل ايه بقى يا سي حسين؟ الحقيقة محامي. اتفضل. طب حد حصل له حاجة؟ اتفضل. حسين شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شفت اللي حصل؟ حاجة جامدة جدا. عارف انت مستودع البوتجاز من اخر الشارع؟ اللي هناك ده فرع باو فرع. لا حول الله، ما احنا قلنا مفيش حاجة اسمها مستودع انابيب وسط الناس، محدش سمع الكلام. اشكر ربنا الحمد لله، مفيش خسارة في الأرواح الحمد لله. لازم حد يموت يعني يا عم مين عشان يسمعوا الكلام؟ سيرة الموت ما لا فال الله ولا فالك. يلا بينا يا عم من هنا. بس عاوز أعرف، هو في حد معاك؟ أهلا، أنت جيت؟ تعالى أنا هقول لك. ما بيقولش حاجة. اتفضل يا عمينا.